يعني أخذ حالة المخاض، مخاض وهو الانتهاء إن شاء الله من الأزمة، الأزمة اللي هي هلأ حالة الوجع الكبير من خلال الأسرة. هاي الأسرة بتعبر عن المجتمع السوري كله بكل أطيافه، من خلال هاي الأسرة، من خلال جيران الأسرة، من خلال البيوت اللي منشوفها، من خلال التفاصيل الصغيرة اللي موجودة على صعيد الديكور والأكسسوار يعني. فهذا النص مثل السهل الممتنع، يعني أنا بقدر بقول عنه أنه رغم بساطته بس بيقدر يعطي فكرة كتير عميقة ويعكس واقع كتير مؤلم، وبنفس الوقت يعني قد ما هو يعني مؤلم ببكي، وأنه أنا كل ما بتذكر ببكي يعني عن جد، بس بالنهاية بنسمع صوت الطفل اللي هو الجيل القادم، سوريا الجديدة، سوريا اللي بدنا كلياتنا نعمرها. ففي رسالة بالفيلم نحن حابين نوصلها لكل العالم، أنه رغم كل الأزمة والسبع سنوات اللي مرقت على البلد ما حدا قدر يفرقنا، نحن بنعتبر حالنا بسوريا طائفة واحدة. هذا الشيء نتأمل أنه يوصل من خلال هال 25 دقيقة اللي ساويناهن بهذا الفيلم. يا رب أنه نكون قدرنا وصلنا رسالة لكل العالم. بقول أنه الشعب السوري شعب كرامته محفوظة. هو خاص كتير الفيلم، بيحكي عن الموت والولادة، بيحكي عن الحرب، بيحكي عن ياسمين الشام والإحساس، بيحكي عن الناس اللي بقيت هون بالبلد قديش تعرضت لأزمات، قديش تحدت، قديش قاومت لحتى وصلت ل يعني لنقول تحدي مع حالة، لا نحن بدنا نبقى بالبلد، عانينا كتير بس نحن بالأخير بهذا البلد ومستمرون.